أهلا بكم. في هذا الفيديو سنبدأ بتعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. إن كنت لا تعرف شيئا في اللغة الإنجليزية فهذا الفيديو لك، أما إن كنت تعرف، يعني درستها لأيام لأسابيع، فأعتقد أنك لن تستفيد كثيرا لأننا سنبدأ من الصفر. في تعلم اللغة أو أي لغة أجنبية، ليس فقط اللغة الإنجليزية، تحتاج أولا إلى تعلم بعض العبارات، يعني قبل تعلم القواعد وقبل تعلم النطق وقبل تعلم حتى كيفية نطق الحروف، يجب أولا أن تتعلم بعض العبارات الشائعة مثل مرحبا، كيف حالك، ماذا تفعل، إلى غير ذلك. هذا ما سنفعله في بداية الفيديو، سنتعلم هذه الكلمات. أول كلمة تحتاجها هي مرحبا، hello. لاحظ النطق، hello hello. دائما حاول أن تعيد الكلام، تعيد كلامي لكي تتعلم كيفية نطق الكلمة. سأترك لك أو لك أو لكم فراغا ووقتا لتقوم فيه بالتكرار. hello hello hello. كيف حالك؟ how are you؟ how are you؟ how are you؟ كيف حالك؟ في الإنجليزية هذه العبارة how are you تستخدم للجميع، سواء لل يعني المذكر أو المؤنث أو الجمع أو المفرد. how are you؟ أنا بخير شكرا. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. ما اسمك؟ What's your name? لاحظوا طريقة نطق is، نقوم بنطقها س. What's your name? What's your name? What's your name? أعد معي. What's your name? اسمي، تقول اسمي ثم تقول اسمك، اسمي كريم، اسمي مريم، اسمي كذا. My name is كريم، My name is فاطمة، إلى غير ذلك. My name، My name's is تنطق مرة أخرى كأنها ز. My name's، My name's كريم، My name's فاطمة، My name's حسن. My name، Name هو الاسم، name، أما my فتعني لي، يعني اسمي أنا. ما هو رقم هاتفك؟ What's your phone number? What's your phone number? Your تعني لك، phone number رقم الهاتف، يعني رقم الهاتف خاصتك. ما هو؟ هذا السؤال يمكنك أن تستخرج أو تحوله إلى أسئلة أخرى، مثلا ما هو اسمك؟ What's your name؟ ما هو بلدك؟ What's your country؟ ما هي جنسيتك؟ What's your nationality؟ تقوم فقط باستبدال phone number بكلمة أخرى، يعني بدلا من phone number تضع كلمة أخرى. What's your phone number؟ أين تعيش؟ Where do you live؟ Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? أين هي where? Where? أين? Where? Where? أين? أنا أعيش في مراكش، أنا أعيش في القاهرة، أنا I live in Marrakesh. I live in Cairo. تكتب I live in ثم بعدها تقول اسم مدينتك. I live in. I live in. I هي أنا. I live أعيش. ما هي هواياتك؟ What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? Hobbies هي الهوايات. Hobbies. Hobbies. What are your hobbies? What are your hobbies?
أحب I like مثلا أحب البرتقال I like oranges أحب السفر I like traveling أحب الأكل I like eating I like أنا لا أتحدث الإنجليزية جيدا. هذه الجملة تحتاجها إذا كان شخص ما يتحدث إليك ويتحدث بسرعة أو يستخدم كلمات صعبة تقول له هذه الجملة لكي يبسط I don't speak English well well تعني جيدا جيدا well I don't speak English well يمكن كذلك أن تقول I don't speak French well I don't speak Spanish well I don't speak وبدلا من speak يمكن كذلك أن تقول أنا لا أكتب الإنجليزية جيدا I don't write English well I don't speak English well لاحظوا بأنه عند التحدث بسرعة لا يتم نطق ت I don't speak English well I don't speak English well I don't speak English well هل تتحدث العربية؟ Do you speak Arabic؟ هل في اللغة الإنجليزية غير موجودة؟ لذلك نستخدم do بدلا منها do في بداية الجملة Do you speak Arabic? Do you speak Arabic? Do you speak Arabic? كرر معي Do you speak Arabic? لا أفهم I don't understand I don't understand I don't understand. Can you repeat that, please? يمكنك تكرار ذلك من فضلك أو هل كررت ذلك من فضلك؟ هذه العبارة ستحتاجها كثيرا في بداية تعلمك للإنجليزية. تصور أن شخصا ما قال كلاما لم تفهمه. ستقول له Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? كرر معي. Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? شكرا جزيلا. Thank you very much. Thank you very much. Very much يعني كثيرا. عفوا You're welcome You're welcome أو excuse me تستخدمها للرد على الشكر You're welcome You're welcome You're welcome مع السلامة Good bye Good bye Goodbye Goodbye كرر معي Goodbye Goodbye إلى اللقاء see you وتقول كذلك see ya see you see you إلى اللقاء see you أحبك I love you I love you I love you تستخدم للذكر والمؤنث وللجمع والمفرد I love you أحبك أحبك أحبكم أحبكن كل هذه العبارات تجمعها I love you I love you في الإنجليزية you تعني أنت أنت أنتم أنتن أنا آسف I am sorry I'm sorry 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 I'm sorry أنا آسف. الآن فلنتعلم الضمائر. أنا، أنت، هو، هي، هي إلى غير ذلك. أنا هي أنا. I. I. أنا. لاحظوا هذا حرف. I. I. You. أنت. You.
وتستخدم كذلك بمعنى أنتم كما نلاحظ هنا you أنتم، تعني كذلك أنت للمؤنث، وتعني كذلك أنتن للمؤنث الجمع. كل هذا مجموع في كلمة you. هو he هي she. أما it فتستخدم لغير العاقل للحيوانات، تعني هي أو هو، مثلا كنا نتحدث عن قط هو it. It is a cat. وي نحن، وي أنتم وأنتن، يو هم they. لاحظ بأن هذه تنطق ذ كما هو الحال في حرف الذال المعجمة في اللغة العربية. they الآن سنتعلم استخدام هذه الضمائر في جمل مع verb to be. أنا سعيد. I am happy. happy تعني سعيد. I هي أنا. am تعني أكون. I am happy. يمكن أن تقول كذلك I am sad. أنا حزين. I am كريم. أنا كريم. I am a student. أنا تلميذ. أنت طويل. You are tall. أنت طويل. You are tall. هو ذكي. He is intelligent. He is intelligent. He is intelligent. هي ودودة. She is friendly. She is friendly. إنها قطة. It's a cat. It is a cat. It's a cat. نحن طلاب. We are students. We're students. We're students. هم معلمون. They are teachers. They're teachers. They're teachers. لاحظوا النطق. They're teachers. They are teachers. وفي الحديث نقول they're teachers. أنتم أصدقائي. You are my friends. You are my friends. You're my friends. تنطق your. هاتين الكلمتين تنطقان your في الحديث السريع. You're my friends. You're my friends. أنا متعب. I am tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. أنتم متأخرون. عفوا، أنتم متأخرون هي you're late. You're late. You're late. هي هنا. She is here. She is here. She's here. She's here. كرر معي. She's here. نحن جائعون. We're hungry. We're hungry. We're hungry. نحن قادمون. أو عفوا، هم قادمون. They're coming. They're coming. They're coming. هو أخوك. He is your brother. He is your brother. هم جاهزون. They are ready. They're ready. لاحظوا النطق. They're ready. They're ready. هي طبيبة. She's a doctor. She's a doctor. She's a doctor. أنتم من إسبانيا. You are from Spain. You are from Spain. وفي الحديث السريع نقول You're from Spain. You're from Spain.
الجو بارد خارجا. It's cold outside. It is cold outside. It's cold outside. كلمة outside تعني في الخارج، خارج. Cold بارد. أما it فتعود على الجو. نقول It's raining. هي تمطر، يعني نقصد الجو أو السماء. It's cold outside. It's raining. It's hot. الآن سنتعلم ضمائر الملكية، تسمى possessive adjectives. وببساطة هي الضمائر التي تحتاجها عندما تقول مثلا هذا كتابي، هذا كتابك، هذا كتابه. سنعطي أمثلة. I هو أنا، ويقابلها my يعني لي. مثلا my book كتابي، كتابك سأكتب هنا بالعربية كتابي، كتابك يعني كتابك أنت، أو كتابك، كتابك، كتابهم، لا كتابكم، كتابكن. كل هذه الكلمات يمكن ترجمتها ب your book ببساطة. Your book. كتابه هو his book. His book. كتابها her book. Her book. أما إذا أردت أن تقول كتابنا، كتابنا نحن، ستقول our book. Our. Our book. كتابهم. كتابهم. Their book. كلمة their تعود على كتابهم أو كتابهن. يمكن كذلك أن نترجم كتابهن بنفس الكلمة، كتابهن. الكلمة الأخرى التي لم نتحدث عن ضميرها هي it. It ضميرها its. مثلا إذا كنا نتكلم عن القطة وقلنا بأن لونها أحمر، عفوا لا توجد قطة حمراء، لونها أبيض، سنقول its color is. Its color is white. لونها its color لونها أبيض. سنرى الآن استخدامات هذه الضمائر في جمل. الجملة الأولى كتابي جديد. My book is new. My book is new. كما ترون استخدمنا فعل is الذي درسناه قبلا في بداية هذا الفيديو. Is يعني الذي يعني يكون. My book is new. فالإنجليزية تختلف عن العربية، لا يمكن أن نقول my book new، لابد من استخدام فعل is. الترجمة الحرفية هي كتابي يكون جديد. قلمك أحمر. Your pen is red. Your pen is red. سيارتها سريعة. Her car is fast. Car تعني سيارة. Fast سريع. Her car is fast. كما تلاحظون في الإنجليزية بسيطة، لا يوجد فيها المذكر والمؤنث. في العربية نقول سريع للمذكر، سريع للمؤنث، سريع للجمع. في الإنجليزية توجد fast واحدة تستخدم للجميع، سواء كان مذكرا مفردا مؤنث جمع إلى آخره. Her car is fast. حقيبتنا كبيرة. Our bag is big. Our bag is big. Our bag is big. قلمكم على المكتب. سأزيل plural هنا لأن واضح أنها plural. قلمكم على المكتب. Your pen is on the desk. Your pen is on the desk. Your pen is on the desk. قلمكم على المكتب. كتبهم في الشنطة. Their books are in the bag.
their books are in the bag. Their books يعني كتبهم هم. Their bag, their books are in the bag. Bag هو الشنطة أو الكيس أو الحقيبة كما ذكرنا سابقا. Their books are in the bag. هاتفي مكسور. My phone is broken. My phone is broken. My phone is broken. مذكرتها هنا. Her notebook is here. Her notebook is here. ملفاتنا في الدرج. Our files are in the drawer. Our files are لنا. Our files ملفاتنا. لأن files هي الملفات. Are in the drawer في الدرج. In the drawer. In the drawer في الدرج. Drawer. Drawer. ركز جيدا في النطق. Drawer. Drawer. هذه الكلمة ركز جيدا في النطق. Files. Files. مذكرتكم جديدة. Your notebook is new. Your notebook is new. Your notebook is new. كرسيهم في الزاوية. Their chair. عفوا هنا كلمة في المفرد وهنا في الجمع. كان يجب أن أقول كراسيهم. كراسيهم في الزاوية. Their chairs are in the corner. Chairs هي الكراسي. هي والمفرد هو chair بدون s. Chair كرسي. Their chairs are in the corner. Their chairs are in the corner. لاحظوا بأننا ننطق هذه the. Their chairs are in the corner. Corner الزاوية. ساعتي على اليد يعني على يدي. My watch is on my hand. ساعتي على يدي ليس على اليد إنما كان يجب أن أقول على يدي. My watch is on my hand. Watch ساعة ساعتي ساعة اليد. My watch is on my hand. My watch is on my hand. قبعتها هناك. Her hat is there. Her hat is there. Her hat is there. كتابي على الطاولة. My book is on the table. My book كتابي is on the table. محفظتك في الحقيبة. Your wallet is in the bag. Your wallet is in the bag. Your wallet is in the bag. سجادتهم في قاعة الصلاة أو سجادة الصلاة لأن prayer rug هي سجادة الصلاة. A rug. سألونها لتكون واضحة. Rug هي السجادة. Rug. لاحظوا النطق ليست روج أو ريوج إنما rug. Prayer هي الصلاة. Prayer. ذكرت هنا مرتين. Prayer و prayer. إذن ف prayer rug هي سجادة الصلاة. Prayer rug. أما prayer room هي قاعة الصلاة. Prayer room. Their prayer rug is in the prayer room. Their prayer rug is in the prayer room. جوالي في الجيب. My mobile is in the pocket. My mobile is in the pocket. My mobile is in the pocket. Her chair is comfortable. Her chair is comfortable. كرسيها عفوا مريح وليس المريح. كرسيها مريح. Her chair is comfortable. كتابه في حقيبته. His book is in his bag. His book is in his bag. His book
is in his bag. أقلامنا جديدة. Our pens are new. Our pens are new.